بيمثل دولة. نظم المخرج المسرحي أخطر عبد الملك بالتعاون مع مكتب الثقافة بالعاصمة عدن أول عرض مسرحي هادف يحمل عنوان الكرة مدورة على خشبة مسرح الفقيد رائد طه بمديرية المعلى. مكتب الثقافة يسعى إلى أنه تسليط الضوء على كل مشكلة وعلى كل معاناة في هذه المدينة. يعني هدفنا أن يكون المسرح يقدم رسالة هادفة، المسرح يعني يعالج قضايا ومشاكل مهمة. بصراحة نحن وجدنا اليوم تفاعل كبير من قبل الجمهور مع المسرحية، لأنها طبعا هي المسرحية بعنوان الكرة مدورة. قدمنا مسرحية الكرة مدورة من تأليف الدكتور عبد السلام عامر، وهي مستوحاة من مسرحية ألمانية قفوا إن كنتم تشجعون فريق شالكا، وهذه المسرحية تأتي ضمن فعالية البيت الألماني للتعاون والثقافة وبدعم مشكور من معهد جوتا. وهذه المسرحية تناولت كثير من القضايا وأهمها طموح الشباب في المستقبل وكيفية يعني تحقيق أحلامهم مهما كانت حتى وإن واجهوا صعوبات في حياتهم. العرض الأول شهد تألق كبير من قبل عدد من نجوم المسرح من الشباب، حيث حاكت المسرحية التعصب الرياضي وأثره على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى ذكر تاريخ الكرة العدنية وأبرز نجومها في الزمن الجميل. فكرة المسرحية نحن طبعاً عالجنا كثير من القضايا السيئة في المجتمع ونقدها بطريقة كوميدية هادفة، وفي نفس الوقت ركزنا في المضمون المسرحية اللي هو الاتجاه نحو أمل الشباب والهدف الذي يجب أن يكون عند الشباب. المسرحية نالت استحسان الحاضرين، وحضرها مجموعة من الأهالي والشخصيات الاجتماعية وعدد من الشباب. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن.